السلام عليكم. يقولون وهذه حقيقة، دوام الحال من المحال. الحياة تتغير من حولنا بصورة دائمة، وهذه سنة الحياة، ولابد لنا من تقبل هذا التغيير وتقبل التجارب والأماكن والأشخاص والأفكار الجديدة. وتحقيق هذا ليس بسهل، فالإنسان غالباً ما يشعر بالراحة مع الاستمرار، بداية المكان والعمل والأشخاص والمعتقدات التي يحبها ويؤمن بها زمناً طويلاً. ولكن لابد أن نضع في أذهاننا أن الحياة من حولنا تتغير كل يوم، ومن يحاول الوقوف أمام هذا التغيير فسوف ينفصل تماماً عن المجتمع الذي يعيش فيه، ويحيا وحيداً في عالم خاص به من الذكريات ومشاعر الفقد المؤلمة لكل ما اعتاد عليه لفترات. لذلك فالاختيار الوحيد بالنسبة لنا هو حث أنفسنا بكل قوة وشجاعة على تقبل الواقع والتأقلم مع كل تغيير جديد. هذا هو السبيل الوحيد لمساعدتنا على تفهم الأحداث والتغييرات التي نشعر أمامها بالخوف أو الألم. هذا هو السبيل الوحيد حتى نحافظ على تماسكنا ونحن نسير في رحلة الحياة بكل حقائقها، مثل التقدم في العمر أو الافتراق عن أقرب الأشخاص إلينا لأي سبب كان، أو ترك مكان عمل بعد سنوات طويلة، أو ترك مدينة أو وطن بحثا عن الرزق. فهذه أحداث تقابلنا جميعا، مواقف صعبة تحتاج منا أن نواجهها بشجاعة، وهذا لا يتحقق إلا بالتحرر من الخوف والثقة بالنفس ومحاولة نسيان الذكريات القديمة التي تبعدنا عن الحياة في الحاضر والاستمتاع بما لدينا الآن. يقول الفيلسوف الفرنسي باسكال: إننا لا نعيش حياتنا، فدائما ما تأخذنا ذكرياتنا بعيدة عن اللحظة التي نعيشها، أو تشغلنا أحلام المستقبل التي يشبها الغموض. ومن هنا فكل منا يبحث عن الأمان في صورة دائمة. فلنتذكر أن التجارب التي مرت بحياتنا هي مجرد تجارب، اكتسبنا منها الكثير من الخبرات، ولن نشغل بالنا كثيرا بالمستقبل فهو في علم الرحمن، ونعيش فقط في الحاضر ونتقبل كل تغيير لنحافظ على التوازن المطلوب في حياتنا ولا نفقد الشعور بالأمان والراحة والسعادة في الدنيا. والله يحفظكم ويحفظ أهلكم.